السلام عليكم يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم تاني كده عن نكمل آخر شغل وقفنا عنده. واقفين عند السلايد اللي بنقول عليها الانتربت سلايد دي. هنتكلم فيها على حاجة بتحصل لما بيكون عندك اتنين بروجرامز شغالين على البروسيسور في نفس الوقت، أو يعني نظريا بنقول هما في نفس الوقت بروجرام 1 وبروجرام 2. البروسيسور المفروض ان هو شغال على الاثنين بروجرامز دول، عمال بيسويتش ما بينهم. هو مثلا بينفذ هنا انستراكشن 1 و2 و3، وبعد كده بيروح ينفذ هنا انستراكشن 1 و2 و3، وبعد كده يرجع تاني ينفذ انستراكشن 4 و5 و6، وبعد 4 و5 و6 هنا. فاحنا فاكرين ان كان او كنا واقفين المره اللي فاتت عند انواع الريجسترز اللي كانت شغاله جوه البروسيسور. فعندنا ريجستر اللي هو بنسميه بروجرام كاونتر، في عندنا ريجستر تاني اسمه الانستراكشن ريجستر، في عندنا الميموري ادرس ريجستر، وفي عندنا الميموري داتا ريجستر. كل ريجستر من دول طبعا قلنا له لازمه او له سبيشال بيربوز معين، وفي جنرال بيربوز ريجسترز اللي هي R0 R1 R2 اللي بتحط فيها الداتا بتاعتك اللي انت عايز تجمعها او تطرحها او كده. طيب البروسيسور عشان ينتقل ما بين بروجرام وبروجرام، وده اللي بيحصل في الواقع، ان انت البروسيسور ما بيبقاش شغال على بروجرام واحد، ولكن شغال على اكتر من بروجرام عمال بيسويتش ما بينهم. زي ما انت بتكون شغال مثلا على وورد فايل او اكسل فايل، وفي نفس الوقت شغال مثلا بتفتح الوورد فايل وبعدين شويه تفتح الاكسل فايل، او شويه مثلا داونلود فايل مثلا في الباك جراوند وفي اوبريتنج سيستم شغال. كل الحاجات دي البروسيسور بيعمل لها ايه؟ بيعمل سويتشنج ما بينها. فدلوقتي انا عشان اخرج من بروجرام 1 وارجع لبروجرام 1 تاني، لازم ارجع لنفس النقطه اللي انا كنت واقف عندها في بروجرام 1. هعرف منين نفس النقطه اللي انا كنت واقف عندها في بروجرام 1؟ هعرفها عن طريق البروجرام كاونتر. البروجرام كاونتر ده بيحتفظ جواه بالادرس بتاع الانستراكشن اللي عليه الدور في التنفيذ. فدلوقتي انا بكون عندي لكل بروجرام من دول في قيمه معينه، اخر قيمه انا كنت واقف عندها البروجرام كاونتر. يعني مثلا انا كنت واقف عند قيمه 4، 4 ده لسه ما جاش. فلما اروح لبروجرام 2، لما ارجع تاني من بروجرام 2 لبروجرام 1، اروح احمل القيمه 4 دي في البروجرام كاونتر. فالبروجرام كاونتر يعرف بعد كده، او البروسيسور يعرف ان هو يكمل شغل من حيث انتهى قبل كده. مش بس كده، كمان يكمل شغل مع على الفاليوز، نفس الفاليوز القديمه اللي كان واقف عندها بتاعت الجنرال بيربوز ريجسترز R0 R1 R2، واي كنترول انفورميشن زي الريد والرايت سيجنالز مثلا، او اي كنترول انفورميشن انا محتاج ان انا اخزنها قبل ما اتنقل من بروجرام 1 لبروجرام 2، وبعدين اعمل لها ريستور لما ارجع من بروجرام 2 لبروجرام 1. عشان كده في عندنا حاجه اسمها سيستم ستيت باك اب اند ريستور، ان انا بعمل باك اب للسيستم ستيت اللي انا كنت واقف عندها، باك اب للسيستم ستيت، وبعدين وانا خارج من بروجرام 1 لبروجرام 2. يعني بحتفظ بالست الست اللي انا كنت واقف فيها، وبعدين بعمل ريستور للستيت دي، برجع نفسي للستيت دي لما اكون هرجع من ارجع تاني انفذ بروجرام 1. يبقى بروجرام 1 شغال على ستيت معينه، لما برجع له برجع لنفس الايه الستيت اللي انا كنت واقف فيها. نيجي بعد كده نتكلم على حاجه اسمها الباس ستراكشرز. الباس ستراكشر هو عباره عن ايه؟ انها دلوقتي فاكرين هنا في الرسمه دي كان عندنا ثلاث حاجات من الداتا بتتنقل، او ثلاث انواع من الوصلات ما بين البروسيسور والميموري. اول حاجه الادرس والداتا اللي هتتبعت او هتتقري من الميموري، وتالت حاجه اللي هي الكنترول انفورميشن. فانت عندك الثلاث حاجات دول بيمثلوا يعني نوعيه الداتا او نوعيه الانفورميشن اللي بتتنقل ما بين البروسيسور والايه والميموري. فنوعيه الانفورميشن دي هي عباره عن ثلاث حاجات، الادرس والداتا والكنترول. دول كلهم مكونات ما يسمى بحاجه اسمها الباص، اللي بيكونكت عليه البروسيسور مع الميموري مع اي انبوت ديفايس، مع اي اوتبوت ديفايس. يعني ده اسمه السنجل باص اركيتكتشر. ده الباص اللي هو الوصلات المختلفه ما بين البروسيسور وبين الميموري، ما بين الميموري واي اوتبوت ديفايس مثلا زي البرينتر مثلا، واي انبوت ديفايس زي مثلا الكيبورد مثلا. فدول ايه؟ دي كلها حاجات بتوصل على ما يسمى بالايه؟ السنجل باس ستراكشر. طيب نيجي بعد كده نتكلم على حاجه اسمها السبيد. المشكله بتظهر في السبيد ما بين البروسيسور وما بين اي ديفايس تاني هيكونكت عليه، سواء كان برينتر، سكانر، ميموري، اي حاجه.
الحاجات دي كلها عندها عندي انا عندي مشكله في ان انا البروسيسور ما يقدرش يستنى الحاجات البطيئه دي. فعشان ما يقدرش يستنى الحاجات البطيئه دي، فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان بيبقى عندي ادي البروسيسور مثلا، وادي البرينتر. البرينتر ده انت لما بتبرنت فاليو او بتبرنت قصدي فايل، يعني بتعمل ايه؟ اللي بيحصل ان انا ببعت الفايل ده بالكامل، مثلا 1000 صفحه ببعتها لبفر جوه البرينتر، 1000 صفحه ببعتها للبفر جوه البرينتر. ال1000 صفحه دول بيتبعتوا البفر، بيتخزنوا جوه البفر جوه البرينتر، وبعدين البروسيسور خلاص يشتغل في حاجه تانية لغايه لما البرينتر يخلص طباعه ال1000 ايه، ال1000 ورقه ده. فالبفر ده وسيله ان انا احط فيه الداتا ابعتها للبرينتر، والبرينتر بقى بسرعته بقى يشتغل، مش هستنى لغايه لما يخلص طباعه، انا هروح اشتغل في حاجه تانية كبروسيسور. وبعدين لما البرينتر ده بيخلص بيبعت سيجنال، كنترول سيجنال برضو للبروسيسور، يقول له ان انا ايه خلصت عمليه الطباعه، فيطلع لك مسج يقول لك ان عمليه الطباعه ايه خلصت. فهنا دي عمليه الايه، استخدام البافرز، ان انا بحط فالبرينتر نفسه بيجي من جواه اصلا، في جواه بافر او ميموري زياده دي بيتحط فيها الانفورميشن اللي هو محتاجها عشان يتم عمليه الايه الطباعه. نيجي بعد كده بنتكلم على ان انا عايز اقيس البرفورمانس، او عايز اشوف ايه البرفورمانس بتاع اي كمبيوتر علشان يرام بسرعه، عشان البروجرام تشتغل عليه بسرعه. فالبرفورمانس ده في عوامل كتير بتاثر فيه، تلات عوامل عايزين نتكلم فيهم. اول حاجه الهاردوير ديزاين، ازاي الهاردوير بتاع البروسيسور ده متصمم من جوه. تاني حاجه اسمها الانستراكشن سيت اركيتكتشر، طريقه تصميم الانستراكشنز، دي بتتصمم ازاي، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده. تالت حاجه الكومبايلر ديزاين، الديزاين بتاع الكومبايلر اللي بيستخدم اللي بيعمل عمليه الكومبايليشن. الكومبايلر في حد ذاته ده موضوع كبير، ده ملوش علاقه بالماده بتاعتنا، وبالتالي بالتاثير بتاعنا او موضوعنا هنبقى بنتكلم في الحاجتين دول اللي هما الهاردوير ديزاين والانستراكشن سيت اركيتكتشر. اول حاجه مثلا في الهاردوير ديزاين، او مثلا من ضمن الحاجات المهمه، وجود الكاش ميموري مثلا. هل في كاش ميموري عندك جوه البروسيسور ولا مفيش كاش ميموري؟ طبعا مفيش بروسيسور حاليا طبعا ما بينزلش من غير كاش ميموري، بالعكس كمان بيبقى في اكتر من كاش ميموري مش واحده، يبقى في ليفل 1 كاش وليفل 2 كاش وليفل 3 كاش. طبعا الفروقات ما بين الليفلز وبعضها بتعتمد على سرعات كل واحده فيهم، يعني مثلا ليفل 1 كاش بتبقى اسرع من ليفل 2 كاش، وليفل 2 كاش اسرع من ليفل 3 كاش. وطبعا كل الكاش ميموريز دي اسرع من المين ميموري. وطبعا احنا فاكرين ان في عندنا حاجه اسمها الميموري اكسس تايم. الميموري اكسس تايم هو التايم اللي بتاخده الميموري علشان ترد عليا بنتيجه الريكوست اللي انا عايزه، يعني انا مجرد ما ابعت له ريكوست هو يرد عليا في وقت قد ايه. الريكوست ده ممكن يكون ريد او رايت. فالكاش ميموري دي بتبقى طبعا سرعتها اسرع كتير من المين ميموري، فطبعا وجود الكاش ميموري بقى اساسي عشان يخلي البروسيسور يشتغل بشكل اسرع. فده حاجه من الحاجات اللي بتخلي البروسيسور بتاعك كهاردوير او كديزاين يبقى سريع، كل ما نكبر حجم الكاش. ولكن ده له تاثير على الكوست بتاع الجهاز بتاعك او كوست بتاع البروسيسور، لان كل ما كبرت الكاش كل ما تكلفت اكتر، كل ما البروسيسور ده بقى محتاج بقى تكلفته اعلى. كذلك كمان ان في حاجه اسمها ميموري مانجمنت. ميموري مانجمنت انها دلوقتي لما الكاش ميموري دي هتبقى مثلا كل ما مثلا وانا بتعامل مع ديتا مثلا الري فيه مليون اليمنت، وانا ما اقدرش احطهم كلهم في الكاش ميموري مره واحده، فبحط مثلا 1000 اليمنت بتعامل معاهم، ولما تخلص ال 1000 دول ممكن يحصل عليهم تغيير، احتاج ان انا احطهم في المين ميموري، اعمل لهم ريبليس واجيب 1000 غيرهم هنا. فعمليه المانجمنت وعمليه النقل دي عمليه برضو معقده بتتم بالاوبريتنج سيستم، هو اللي بيعملها، ونظام التشغيل بتاعك ويندوز بقى او لينكس او ايا كان. فطبعا كل ما كان في بقى ليفلز اكتر من الكاش ميموري، كل ما العمليه بقت اعقد في الايه، في التصميم او في الاداره، يعني ميموري مانجمنت يعني. نيجي بعد كده بنتكلم على حاجه اسمها البروسيسور كلوك. البروسيسور كلوك دي عباره عن ايه؟ البروسيسور كل بروسيسور بيبقى له، انت بتسمع مثلا يقول لك البروسيسور ده حاجه الكلوك سبيد بتاعته او سرعته 1 جيجا هرتز، يعني البروسيسور ده احسن من البروسيسور ده عشان ده سرعته 1 جيجا هرتز، سرعته 2 جيجا هرتز وهكذا. طبعا السرعات دي بتاثر في تنفيذ الانستراكشنز، في الاكسكيوشن بتاع كل انستراكشن، لان كل انستراكشن بيبقى متقسم، التنفيذ بتاعه متقسم لمجموعه من الستيبس، وكل ستيب بتتنفذ في 1 سايكل، 1 كلوك سايكل، كل ستيب بتتنفذ في 1 كلوك سايكل. فكل ما كان البروسيسور بتاعك سريع، كل ما كان عدد السايكلز اللي بينفذها في الثانيه
اكتر. يعني مول 1 جيجا هرتز يعني معناها البروسيسور ده بينفذ 10 اس 9 سايكل في الثانيه، سايكل في الساعه او دوره في الثانيه، وكل دوره بتمثل، كل دوره بتمثل ستيب بتاعه ايه، بتمثل ستيب من الستيبس بتاعه تنفيذ الانستراكشنز بتاعتك. فانا لو بتكلم بقى بالتفصيل كده، عايزين نقول ان اي انستراكشن مثلا بياخد وقت قد ايه، يعني بياخد ايه الستيبس اللي بياخدها. اول ستيب بينفذها اي انستراكشن بسميها الفيتش، الفيتش ستيب اللي هي ان انا اجيب الانستراكشن ده، نعمل فيتش الانستراكشن ده من الميموري، ان انا اجيب الانستراكشن ده واحطه، ان انا بقى ابعت البروجرام كاونتر وادرس على الام، على الام اي ار، واقرا الداتا في الام دي ار واحطها في الاي ار، ويبقى الانستراكشن معايا جوه البروسيسور موجود في الانستراكشن ريجستر. دي كلها اسمها خطوه الايه، الفيتش، فيتش انستراكشن. بعد كده الخطوه اللي بعدها بسميها الديكود بتاع الانستراكشن، ان انا بفك شفره الانستراكشن ده، بشوف الانستراكشن ده هياخد وقت قد ايه، مش هياخد وقت قد ايه، قصدي هينفذ ايه، يعني هينفذ عمليه اديشن، هينفذ عمليه مالتيبليكيشن، سبتراكشن. يبقى انا بعمل فيتش وبعدين ديكود. وبعد كده تالت خطوه بقى، بعد ما عملت عرفت ايه الاوبريشن، احنا عندنا في عندنا حاجه اسمها الاوبريشن وحاجه اسمها الاوبرانس. ايه الاوبرانس بقى اللي انا هشتغل عليها؟ هل هي ميموري اوبرانس ولا هي ريجستر اوبرانس؟ اذا كانت ريجستر اوبرانس بجيبها دايركتلي من الريجسترز اللي جوه البروسيسور، اذا كانت ميموري اوبرانس بحتاج ان انا اعمل لها هي شخصيا فيتش من الميموري. فبقول ايه، بعمل حاجه اسمها فيتش للاوبرانس من الميموري. طبعا ممكن يبقى اوبراند واحد او اكتر، يعني مثلا لما اجي اجمع مثلا اد لوك ايه على لوك بي، لما اجمع اتنين محتاج ان انا فيتش لوك ايه الاول، لوكيشن ايه من الميموري، وبعدين فيتش لوكيشن بي من الميموري. بينما مثلا لما اعمل اد ار 0 ار 1 مش هعمل اي فيتش من الميموري، لان انا في الاخر مش محتاج حاجه من الميموري. رابع حاجه اللي هي اللي هي بعد ما اعمل فيتش بعمل اكسكيوت، اللي هي مرحله الايه بقى، التنفيذ، تنفيذ الانستراكشن الفعلي، اللي هي الاكسكيوت ستيب، اللي هي عمليه الاكسكيوشن نفسها بقى، اللي هي ان انا ادخل الانستراكشن ده، عمليه التنفيذ دي كاوبريشن، ان انا اجمع حاجتين على بعض، او ان انا ابعت الحاجه دي للاي ال يو ونتيجتها استقبلها على الاوتبوت بتاع الاي ال يو. فعمليه الاكسكيوشن دي خطوه رابعه. بعد كده خطوه خامسه بتحصل ممكن جدا النتيجه، ان انا عايز اسيف الانفورميشن او سيف النتيجه النهائيه، انا عايز احطها في الميموري، بعمل حاجه اسمها رايت باك. رايت باك يعني معناها ان انا اكتب الانفورميشن اللي انا عايزها دي في الايه، في الميموري. زي ما اقول مثلا ايه، اد لوك ايه على لوك بي، فهياخد الموجود في لوك ايه هيجمعه على لوك بي ويحط النتيجه مثلا في لوك ايه او في لوك بي. يبقى في الحاله دي انت محتاج تكلم الميموري، تعمل رايت في الميموري. فبالتالي الخمس خطوات دول، وعلى فكره ممكن يكونوا كام، ست خطوات، يعني مثلا بقول مثلا كلمه فيتش اوبرانز دي ممكن هي نفسها تبقى خطوتين منفصلتين، بفيتش الاوبراند الاول وفيتش الاوبراند الثاني، جيفن او ده باعتبار ان الاثنين اوبراندز دول موجودين في الايه، في الميموري. وممكن بعض الانستراكشنز ما تبقاش هتنفذ الخمسه، يعني دي مثلا بقول دي او الست ستيبس، ممكن يبقوا خمسه او سته ستيبس. ممكن مثلا اقول انستراكشن مثلا اد ار 0 ار 1، اد ار 0 ار 1، اد ار 0 ار 1 ده اكيد هتحتاج فيتش وديكود، يعني تو ستيبس دول اكيد بتحتاجهم لاي انستراكشن. بعد كده هل هتحتاج تفيتش حاجه من الميموري او لا؟ في حاله اد ار 0 ار 1 مش هتفيتش حاجه من الميموري، هتخش على الاكسكيوشن على طول ومش هتكتب حاجه في الميموري. لكن لما اقول مثلا لود، لود يعني اقرا، او روح اجيب لي حاجه، لود مثلا لوك، لود ار 0 لوك اي، يعني معناها هات لي فاليو من لوك اي وحطها من لوكيشن اي في الميموري، حطها في ار 0. الفاليو اللي انت هتجيبها من ار 0 من لوكيشن اي وحطها في ار 0 دي، انت كده بتروح تقرا من الميموري حاجه، فهتعمل فيتش وهتعمل ديكود. لكن هل هتعمل فيتش اوبرانز؟ هتعمل فيتش اوبرانز، لان انت هتضطر ان انت ايه، تروح تجيب حاجه اللي هو لوك ايه، الفاليو بتاعت لوك ايه دي تجيبها من الميموري بس، وبعد كده تحطها في ار 0. لكن مش هتعمل اكسكيوشن، لان انت مش هتخش على الاي ال يو اصلا، لا هتجمع ولا هتطرح ولا هتعمل حاجه. وبرده مش هتعمل رايت باك، لان انت مش هتستور حاجه في الميموري. فواضح ايه، ان الانستراكشنز دي الستيبس العامه اللي معظم الانستراكشنز هتمر بيها، ممكن بعض الانستراكشنز تمر بيها كلها او ما تمرش بيها. طيب كل اكسكيوشن ستيب من دول بقى بتتنفذ في 1 كلوك سايكل،
ففي الحاله دي لما اقول ان انا الانستراكشن بتاعي بياخد 5 ستيبس او 5 كلوك سايكلز، يعني معنى كده ان انا محتاج 5 كلوك سايكلز لتنفيذ الانستراكشن ده. فبالتالي لما اقول مثلا البروسيسور ده بينفذ 1000، بينفذ مثلا مليون سايكل في الثانيه، شوف بقى ممكن يمثل مثلا لو قسمنا المليون دي على 5 يطلع لك بينفذ كام انستراكشن في الايه في الثانيه. فعدد برضو كبير جدا من الانستراكشنز يقدر يمثل. كل ما كان عدد السايكلز في الثانيه كتير، كل ما كان الانستراكشن يتنفذ اسرع. في عندنا بقى ايكويشن مهمه جدا بنقول عليها، بنسميها البيزك بيرفورمانس ايكويشن. دي بتقيس ايه الايكويشن دي؟ الايكويشن دي بتقيس حاجه اسمها التي، ده اللي هو ايه؟ التايم اللي انا محتاجه علشان تايم ريكوير تو اكسكيوت ا بروجرام ذات هاز بين بريبيرد ان هاي ليفل لانجوج. يعني انا لو عندي برنامج مكتوب هاي ليفل لانجوج، مكتوب بالسي او مكتوب بالجافا او كده، اي لغه هاي ليفل لانجوج، ومثلا لوب، مثلا فور لوب، يعني الفور لوب دي انا عايز اعرف التايم بالسكندز اللي هياخد البروسيسور عشان ينفذ اللوب دي. فالتايم ده اللي هو تي. التايم ده بيتقاس ازاي او بيتحسب ازاي؟ بناء على 3 حاجات. اول حاجه الان والاس والار. الان ده اللي هو عدد الار، الاول اللي هو كلوك ريت، الار اللي هو كلوك ريت اللي هو سرعه البروسيسور، او اللي هو كام سايكل بير سكند. كام سايكل يعني اللي تحت ده هو عليه كام سايكل بير سكند، يعني البروسيسور ده بينفذ كام سايكل بير سكند. تمام. طيب اللي فوق ده بقى هو عباره عن ايه؟ اول حاجه ال N اللي هو عدد الاكتوال ماشين لانجوج انستراكشنز اللي محتاجها علشان انفذ اللوب اللي بتكلم عليها دي. يعني اللوب اللي انا بتكلم عليها دي مثلا الفور لوب اللي بتكلم عليها دي هتتنفذ في مثلا في 20 ماشين لانجوج انستراكشن، 20 ماشين لانجوج انستراكشن، 20 ماشين لانجوج انستراكشن. يبقى ال 20 ماشين لانجوج انستراكشن دي دول يقابلوا الفور لوب اللي انت عملتها كهاي ليفل. فعدد الماشين لانجوج انستراكشن كانوا مثلا ايه؟ 20. فكده هقول ان ال N بتاعتي بكام؟ مثلا ب 20 ماشين لانجوج انستراكشن. طيب كل ماشين لانجوج انستراكشن من دول هياخد اون افريج عدد معين من الستبس اللي هي الفيتش بقى والديكود والاكسكيوت. الستبس اللي قلناها دي، الستبس دي زي ما قلنا ما هياش ثابته لكل الانستراكشنز زي بعض. في مجموعه انستراكشنز ممكن تاخد 3 ستبس، في مجموعه ممكن تاخد 4 ستبس، في مجموعه ممكن تاخد 5 ستبس، في مجموعه ممكن تاخد 6 ستبس. فبتقول اون افريج ايه الافريج نمبر اوف بيزك ستيبس نيدد تو اكسكيوت 1 ماشين لانجوج انستراكشن. يعني واحد من ال 20 دول، كل واحد من ال 20 دول اون افريج بيحتاج عدد من الستيبس قد ايه. الاس دي مثلا قلنا لو افترضنا ان اون افريج ده مثلا كان باربعه، يعني اون افريج بحتاج 4 ستيبس علشان امثل او انفذ 1 ماشين انستراكشن. فلما اضرب 20 في 4 ده يديني ايه؟ يديني عدد اللي هو مثلا 80، هيديني ايه اللي هو ان في اس، هيديني عدد التوتال نمبر اوف ماشين لانجوج انستراكشنز، التوتال نمبر اوف ماشين لانجوج انستراكشنز مضروب في البيزك ستيبس اللي هي الافريج نمبر اوف ستيبس. يبقى لما اضرب، لما اقول ده لما اضرب ده في ده يبقى يديني ايه؟ هيديني عدد الاجمالي، عدد الستيبس اللي محتاجها عشان انفذ اللوب بالكامل. اجمالي عدد الماشين لانجوج انستراكشنز اللي محتاجها، اسف، اجمالي عدد الستبس اللي محتاجها عشان انفذ الماشين لانجوج انستراكشن. يبقى تاني عشان ما نتلخبطش، عندنا عدد الماشين لانجوج انستراكشنز اللي عندي 20 ماشين لانجوج انستراكشن، يعني اللوب بعد ما حولتها من هاي ليفل لانجوج حولتها لو ليفل لانجوج حولتها 20 ماشين لانجوج انستراكشن، وكل واحد من ال 20 دول هيتنفذ في 4 ستبس. كل واحد من ال 20 دول هيتنفذ في 4 ستبس. لما اضرب ده في ده يطلع لي 80، يطلع لي اجمالي عدد الستبس او عدد بقى السايكلز اللي محتاجها عشان اكسكيوت 1 ماشين لانجوج، عشان اكسكيوت ال 20 ماشين لانجوج انستراكشن كلهم، عشان اكسكيوت ال 20 ماشين لانجوج انستراكشن كلهم. كل ستيب بتناظر كلوك سايكل، يبقى ال 80 دي هتقول لي التوتال نمبر اوف سايكلز اللي محتاجها عشان انفذ اللوب بالكامل. التوتال نمبر اوف سايكلز او التوتال نمبر اوف ستيبس، باعتبار ان كل ستيب بتناظر ايه؟ سايكل. فلما اقول ان كل ستيب بتناظر سايكل يبقى انا عندي 80 ستيب او 80 سايكل محتاج اجمالي عدد الستيبس او السايكلز اللي محتاجها عشان انفذ ال 20 ماشين لانجوج ايه؟ انستراكشن. لما اضرب ان في اس يطلع لي ايه؟
يطلع لي الاجمالي ده. يبقى لما اقسم عدد السايكلز التوتال نمبر اوف سايكلز على التوتال نمبر على عدد السايكلز اللي بتتنفذ في الثانيه، يطلع لي الرقم ده بالثانيه، يطلع لي سايكلز تروح مع سايكلز، يطلع لك والسكندز تطلع فوق، يبقى ده يطلع لك التايم ان سكندز، التوتال بروسيسور تايم اللي محتاجه عشان اكسكيوت اللوب اللي انت بتتكلم عليها او البروجرام اللي انت بتتكلم عليه ان انت عنده هاي ليفل لانج. فالتي بتساوي ان في اس على ار، ار ده اللي هو ايه؟ وزي ما قلنا اللي هو كلوك ريت. طيب التي ده طبعا انا عايزه يبقى قليل، كل ما يكون قليل كل ما يكون افضل، كل ما كان التايم اللي انا محتاجه عشان اكسكيوت البروجرام قليل كل ما كان افضل. فعشان اقلله يبقى انا محتاج ان انا اقلل التايم. رياضيا انا عشان اقلل التايم بزود بقلل الان وبقلل الاس اكيد، وبزود الايه الار، يعني بقلل البسط وازود الايه المقام. طيب الار ده عشان كده قلنا كل ما الار يزيد كل ما سرعه البروسيسور تبقى افضل، كل ما ده يخلي التايم بتاعي احسن. نتكلم بقى على الان والاس. انا مشكله ان الان والاس دول مرتبطين ببعض. الان ده عدد الماشين لانجوج انستراكشنز اللي انت هتشتغل عليها. يعني لو قلنا مثلا ان انا عايز اجمع، هنقول مثلا مثال كده، يعني نجيب كده نجيب كده مثلا ايه مثال، عايزين نجيب سلايد فاضية مثلا، نقول نيو سلايد كده ماشي، نقول هنا السلايد دي مثلا هنقول فيها ايه، بقول ايه هنا؟ لو انا قلت لك مثلا زد بيساوي اكس بلس واي، دي ستيتمنت هاي ليفل لانجوج هتتكتب جوه سي مثلا جوه سي كود، وبعدين هتحولها لماشين لانجوج. الماشين لانجوج اللي انت هتحولها ليها مثلا ممكن تحولها بطريقتين. في طريقه البسيطه خالص ان انت تقول له اد اكس وواي وحط النتيجة في ايه في زد، وخلصنا على كده واصبح هو ماشين. هنا ال n بتاعتك بكام اللي هو كام ماشين لانجوج انستراكشن، هنا ال n بتاعتك ب 1. طب الانستراكشن ده هياخد عدد من الستبس قد ايه في التنفيذ؟ اول حاجة هيحصل له فيتش يبقى اول ستيب، تاني في مرحلة هيحصل له ديكود، وبعدين تالت خطوة هيحصل له فيتش اوبرانس، يعني انت محتاج انت تجيب الاوبران الاولاني من الميموري والتاني من الميموري، يبقى دول تو ستيبس كمان، يبقى انت كده بتتكلم على فور ستيبس لغاية دلوقتي. يبقى ستيب للفيتش وستيب للديكود وستيب للفيتش اوبراند 1 وستيب للفيتش اوبراند 2، وبعد كده اكسكيوشن عملية الاديشن ان انا اكسكيوت الستيبس اكسكيوت الاوبريشن، وبعد كده رايت باك ان الفاليو النهائية هتتحط في الايه في الميموري. فهنا الاس هتبقى بكام؟ ب6. فده كده الايه دي الان ودي الايه الاس. طيب تعال نشوف بقى لو انا نفذتها بطريقه ثانيه، ممكن حد ثاني يفكر بطريقه ثانيه، او مثلا ايه انه يعمل لود، لود يعني اقرا من الميموري قيمه الاكس وحطها في ريجستر ار 0، وبعد كده لود قيمه الواي وحطها في ريجستر ار 1، وبعد كده اد ار 0 ار 0 على ار 1 واحط النتيجه مثلا في ار 2، وبعد كده بعد ما تجيب النتيجه من ار 2 تعمل لها ستور، ستور الفاليو اللي هتطلع في ار 2 دي حطها في زد. كام ماشين لانجوج انستراكشن هنا؟ هنا ان بتساوي 4. وعدد الستبس كام اون افريج؟ انت ممكن تلاقي مثلا اللود ده مثلا محتاج كام ستيب، اللود ده مثلا محتاج 3 ستيبس. ليه؟ لان هو محتاج انه يفتش ويديكود، ومحتاج انه يفتش اوبراند اللي هو اكس يحطه في ار 0، دي مفيش اكسكيوشن ومفيش رايت باك. ده نفس الكلام ستيبس 3، ده برده ممكن يحتاج ستيبس 3. ليه؟ لان ده مثلا هيعمل فتش وديكود
وبعدين مش هيعمل فيتش اوبراند، مجرد هيروح يقراهم من الـ R0 وR1 ويجمع، يبقى معنى كده ان هو هيعمل عملية الجمع على طول ومش هيعمل رايت باك في الميموري. ده نفس ده زيه زي الستور، بس الفرق ان هو ايه، بدل ما كان بيقرا من الميموري ده هيكتب في الميموري. فالاس بتاعتك هنا هتبقى بكام؟ هتبقى ب3. اون افريج او الاربعه كل واحد من دول هياخد 3، فاون افريج هيبقى الرقم الاس ده بكام؟ ب3. لما تيجي تشوف بقى هنا الان هنا اصغر من الان هنا، فانت عايز ايه في المعادله هنا؟ انت عايز تقلل الان وفي نفس الوقت عايز تقلل الاس. هل ينفع تقلل الاثنين في نفس الوقت؟ لو قللت الان معناها ايه؟ معناها انك عملت حاجه كده، جبت انستراكشن معقد عمل لك كل الاوبريشن دي في سنجل انستراكشن، بس الانستراكشن ده في المقابل خد عاب من ستيبس كبيره في التنفيذ، فكده قللت الان تمام بس الاس زادت. هنا العكس بقى، هنا زودت الان، يعني الان هنا زادت لان هنا الان عاد الانستراكشنز اللي انت طلعتها ماشين لانجوج انستراكشن بدل ما كان واحد زودتها، بس عاد الستيبس ايه؟ قل. فده معناه ايه؟ معناها ان انت ما تقدرش تقلل الاثنين مع بعض في وقت واحد، ما تقدرش تقلل الاثنين دول مع بعض في وقت واحد. انت يهمك ايه؟ انت يهمك في الاخر مش انك تقلل الاثنين، او مش تقدر تقلل الاثنين عمليا، ما تقدرش تقلل الاثنين، لكن اللي بيحصل انك تقدر تقلل واحد فيهم وبالتالي الثاني هيزيد. فانت يهمك توصل للمعادله ان حاصل الضرب ده يكون اقل ما يمكن، حاصل الضرب يكون اقل ما يمكن. هنا حاصل الضرب 1 في 6، هنا حاصل الضرب ب6، يعني هنا حاصل الضرب 4 في 3 ب12، فيبقى الوضع ده احسن من الوضع ده، لان الوضع ده ان حاصل الضرب هنا اقل من حاصل الضرب هنا، وبالتالي بقت معدل التنفيذ هنا هيبقى احسن، او التايم بتاع البروسيسور هنا هياخد وقت اقل. لو الاس دي مثلا، كانت لو الاس دي مثلا كانت ب2 ماشي، او كانت مثلا ب2 مثلا، طبعا كان طبعا ده مش لوجيك قوي يعني هتبقى ب2، بس لو افترضنا ان الاس يعني وصلت ل2 فبقى 2 في 4 ب6 هيبقى زي ده. في الاخر اللي حاصل الضرب هو اللي مهم، مش الايه، مش ال حاصل الضرب هو اللي مهم، مش ال ان لوحدها او اس لوحدها، لان الاثنين مرتبطين ببعض. طيب نيجي بعد كده بنتكلم على حاجه اسمها البايب لاين اند سوبر سكيلر اوبريشن. دلوقتي الانستراكشنز طبعا اللي احنا بننفذها، احنا بنقول ان كل انستراكشن هياخد مثلا 5 ستيبس في التنفيذ او 3 ستيبس في التنفيذ او كده زي ما بنقول كده. طيب هل ينفع ان انا امشي في الانستراكشنز زي ما اكون انا ماشي في خط انتاج؟ خط انتاج يعني ايه؟ يعني معناها ان انت عندك مثلا انستراكشن بتعمل له فيتش زي كده بالظبط كده، فيتش ماشي، معلش كده يعمل، ادي خط انتاج كده، الانستراكشن بيخش على حاجه اسمها خط انتاج، في خطوه بسميها فيتش، وبعد كده خطوه الديكود، وبعدين خطوه مثلا فيتش اوبراندز، وبعدين خطوه الاكسكيوت، وبعدين خطوه الرايت باك. كل الانستراكشنز شغاله بالاسلوب ده، الخطوة دي بتسلم الخطوة دي بتسلم الخطوة دي بتسلم الخطوة دي وهكذا. تمام، الخطوات دي أنا ممكن أعمل فيها حاجة بحيث إن أنا أضمن إن instructions تكون شغالة in parallel. يعني إيه شغالة in parallel؟ يعني أنا هقول إيه، instruction 1 بيحصل له fetch دلوقتي ماشي، بعد ما بيحصل له fetch بيتنقل لمرحلة الديكود ماشي، ده instruction 1، وبعدين بيتنقل لمرحله الاكسكيوت اللي فيتش اوبراند والاكسكيوت والرايت باك. طب ايه المشكله ان في اثناء ما انا بعمل ديكود للانستراكشن 1 اكون بعمل فيتش للانستراكشن 2، وبعد ما instruction 1 يحصل له ديكود ادخله على الخطوه الثالثه هعمل له فيتش اوبراند، وفي نفس الوقت ده الديكود يبقى شغال في instruction 2، وفي نفس الوقت الفيتش يبقى شغال في instruction 3. في الحالة دي بعد ما البايب لاين دي هتخلص بعد أول دورة في البايب لاين دي، أو بعد أول ما بعد ما أعدي على كل الخطوات دي مرة واحدة، هلاقي إن الانستراكشن 1 ده خلص. بعد كده كل سايكل هيطلع لي انستراكشن جديد، ليه؟ لأن انستراكشن 1 ده هيبقى وراه في البايب لاين، البايب لاين ده اللي هو خط الإنتاج، هيبقى طالع لي انستراكشن 2،
طلع لي ورقة انستراكشن 3، طلع لي ورقة انستراكشن 4، فهلاقي بقى مع كل سايكل بتحصل، مع كل سايكل بتخلص بلاقي فيه سنجل انستراكشن بيطلع لي ايه، سنجل انستراكشن بيطلع الاوتبوت بتاعه، او سنجل انستراكشن بيتم تنفيذه بالكامل. فلاقي بقى في الاخر افاجئ ان انا وانا واقف عند نهايه البايب لاين مع كل سايكل جديده بلاقي فيه انستراكشن ايه بيخلص، مع كل سايكل جديده بلاقي فيه انستراكشن بيخلص. ده اسمه ايه؟ overlapping the execution of successive instructions، ان انا بعمل تداخل للاكسكيوشن بتاع مجموعه انستراكشنز متتابعه ورا بعض، مجموعه انستراكشنز ورا بعض بخليهم يشتغلوا ان بارلل، واحد بيحصل له فيتش، واحد بيحصل له ديكود، واحد بيحصل له فيتش اوبراند، واحد بيحصل له اكسكيوشن، واحد بيحصل له ايه رايت باك. بس بشرط ان كل الوحدات دي طبعا تبقى منفصله عن بعض، كل واحده بتعمل ايه وظيفه. فده اسمه كده، القصه دي اسمها بايب لايننج، وفي الحاله دي بقى البروسيسور اسمه بايب لايند بروسيسور، يعني البروسيسور شغال بنظام خط الانتاج. وده اغلب البروسيسورز الحاليه شغاله بالاسلوب ده، او المفروض يعني ده الطبيعي عشان اضمن ان كل انستراكشن هياخد في الاخر مع كل سايكل بتخلص، انا مش لازم استنى لغايه الخمسه انستراكشن الخمسه ستيبس يخلصوا عشان اتنقل على الانستراكشن اللي وراه، لا انا ممكن في اثناء ما انا بنفذ الانستراكشن الاولاني بعمل له حاجه، بعمل حاجه للانستراكشن اللي وراه وهكذا. الحاجه بقى التطوير اكتر كمان على البايب لايننج حاجه اسمها السوبر سكيلر اوبريشن او السوبر سكيلر بروسيسور، ان انا يبقى عندي اكتر من بايب لاين. لو انا عندي اكتر من خط انتاج، خط انتاج يبقى عندي كذا فيتش يونت، يعني عندي فيتش يونت هنا وفي تحتها فيتش يونت تانية وفيها ديكود يونت وفي زيها ديكود يونت وفي فيتش اوبراند وفي فيتش اوبراند وفي اكسكيوشن يونت هنا وفي اكسكيوشن يونت هنا، يعني اقدر ان انا اعمل اكتر من ايه ليه اوبريشن في نفس الوقت. اكتر يعني هي في اكسكيوشن يونت وهي في اكسكيوشن يونت، هنا في رايت باك يونت وهنا في رايت باك يونت. فاصبح دلوقتي اقدر ان انا ادخل انستراكشن واحد هنا وانستراكشن اثنين هنا، وفي الاخر بعد وان بعد خمسه كلوك سايكلز هيطلع لي انستراكشن 1 من اول بايب لاين وانستراكشن 2 من ثاني بايب لاين، الاثنين هيطلعوا في نفس الوقت. وبعدين بعدهم بسايكل هيطلع لي انستراكشن 3 هنا ويطلع لي انستراكشن 4 من هنا، وبعد 1 بايب بعدها 1 سايكل هيطلع لي انستراكشن 5 وانستراكشن 6. فلاقي ان انا ايه عندي اثنين بايب لاينز بدل واحده، فبالتالي اصبح في نفس السايكل اقدر انفذ اكتر من انستراكشن، مش بس ومش وان انستراكشن، اقدر انفذ اكتر من انستراكشن. فده اسمه السوبر سكيلر اوبريشن او السوبر سكيلر بايب لاين، سوبر سكيلر بروسيسور. طيب اتكلمنا عن حكايه الكلوك ريت، ماشي، بس نشوف ايه اللي احنا محتاجين نتكلم فيه تاني. طيب اتكلمنا عن الكلوك ريت وقلنا ان الكلوك ريت طبعا كل ما ازودها كل ما ده يحسن الوقت اللي انا هاخده عشان انفذ عدد معين، انفذ الانستراكشن بالنسبه لي. وطبعا عمليه ان انا ازود الار دي حاجه، وانا بديزاين البروسيسور المفروض ان الاول خالص اللي بيصنع البروسيسور بيبقى عارف ان الار دي حاجه ثابته، يعني او بيبني على اساس ان الار دي رقم ثابت، بعد ما حصل بعد ما بيصنع بكلوك ريت معين، وبيسيب الديزاينر بتاع البروسيسور بقى يشتغل على اساس الايه الار ده. في عندنا حاجه اسمها السيسك والريسك، حاجه اسمها ايه السيسك والريسك. كلمه سيسك او ريسك دي بترمز الى ايه؟ بترمز الى التريد اوف، او اللي هو عمليه ايه ان انا الكومبرومايز، او اللي هو زي ما تقول ايه الموائمه ما بين الان والاس، ان انت كل لما بتزود الان لما بتقلل الان بتزود الاس، ولما بتقلل الاس الان بتزيد. القصه دي انت بتحاول توصل يعني احسن تريد اوف، يعني احسن توافق ما بين ان واس، بحيث ان حاصل الضرب ده يكون اقل ما يمكن. الكلام ده في عندنا يتوقع لما 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 عدد الانستراكشنز، لما الانستراكشن بتاعي يبقى معقد، الانستراكشن الواحد يبقى معقد، يعني الماشين لانجوج انستراكشن بينفذ اوبريشنز كتير زي ما كنا كتبنا كده هنا، ده مثلا انستراكشن معقد بينفذ عمليات كتير، لكن ده انستراكشن ابسط منه، ده بسميه الانستراكشن ده بسميه سيسك انستراكشن، او بسميه انستراكشن كومبلكس انستراكشن، ده كومبلكس انستراكشن، لكن ده بسميه ايه سيمبل انستراكشن، او الانستراكشن سيت بتاعته ريديوس، بسميه حاجه اسمها ريديوسد انستراكشن سيت. فانا عندي حاجه اسمها الكومبلكس انستراكشن سيت كمبيوترز، وحاجه اسمها الريديوسد انستراكشن سيت كمبيوترز، اللي هي السيسك والايه والريسك. السيسك اللي هو الكمبيوترز او البروسيسورز الانستراكشن سيت، تصميم الانستراكشن بتاعها او مجموعه الانستراكشنز بتاعتها كومبلكس،
يعني الانستراكشن الواحد بياخد وقت طويل في التنفيذ، فهنا الستيبس بتاعته بتبقى ايه؟ بتبقى كتير. يعني هنا السيسك ده بتبقى الستيبس هنا ايه؟ كتير. بس ده يطلع لي ان قليله، ده يطلع لي عدد من الماشين لانجوج انستراكشنز اللي انا عايزها قليله زي كده. زي هنا عدد الماشين لانجوج انستراكشنز هنا قليله، لكن الايه؟ لكن الاس كتير. فهنا الان بتقل لكن الاس بتايه؟ بتزيد. فده البروسيسور اللي بيتميز بان الان بتاعته بتكون قليله لما تيجي تعمل كومبايليشن وتحول الهاي ليفل لانجوج انستراكشنز للماشين لانجوج انستراكشنز، هتلاقي ان الان هنا قليله بس الاس هنا ايه؟ زياده. ده العكس بقى، هنا عدد الستبس اسمه ريديوسد انستراكشن. ريديوسد يعني ايه؟ يعني مخفض، يعني الانستراكشن سيت بتاعته ما هياش او سيمبل، يعني ما هياش ايه؟ ما هياش معقده. فهنا الاس بتاعتك بتبقى قليله، ان عدد الستبس اللي انت بتحتاجها لتنفيذ اي انستراكشن بتبقى قليله، بس ده طبعا بينعكس على الان فبيخلي الان ايه؟ يزيد. زي الوضع الثاني ده، زي الوضع الثاني ده، ان عدد الانستراكشنز اللي انت محتاجها هتبقى كتير لكن الاس بتاعتك هتبقى ايه؟ قليله. فعندنا نوعين، حاجه اسمها الريسك والسيسك. السيسك كمبيوترز او كومبلكس انستراكشن سيت كمبيوترز، والريسك اللي هي ريديوسد انستراكشن سيت كمبيوترز. طيب عاده البايب لايننج بيتم اكتر في الريسك، لانه هنا البايب لاين هنا هتبقى هنا هو بيتم، ممكن يتم في الاثنين، ولكن هنا عاده بيتم اكتر في الريسك بروسيسورز، لان عدد الستبس بيكون قليله وبالتالي طول البايب لاين بيبقى قليل، لان عدد الوحدات او عدد الستبس اللي جوه البايب لاين بتبقى قليله وبالتالي البايب لاين ما بتبقاش طويله يعني. طيب الكومبايلر احنا اتكلمنا عليه سريعا كده ومش هنتكلم عليه كتير، يمكن بقى يمكن دي اخر مره نتكلم عليه هنا. بنقول ان الهدف الكومبايلر وهو بيكومبايل انه يحاول يقلل لك ان في اس، يحاول لما يحول، والكومبايلر ده بيترانسليت هاي ليفل لانجوج بروجرام لسيكونس اوف ماشين لانجوج انستراكشنز او ماشين انستراكشنز. فعشان اقلل الان انا محتاج ان انا اقلل ان انا اوصل لدرجه عاليه من الاوبتمايزيشن او اللي هو يعني المثاليه، ان انا اوصل ان انا ايه؟ ان انا احاول ان انا اوبتمايز على قد ما اقدر عدد الان، لان ده اقلل عدد الماشين لانجوج انستراكشن. بس طبعا لما بقللها بلاقي ان الاس بيزيد. ففي الاخر هو الهدف من الكومبايلر ان هو يحاول انه يجنريت عدد من الماشين لانجوج انستراكشنز طبعا طبقا للبروسيسور اللي شغال عليه، بحيث ان ان في اس يكون اقل ما يمكن. طيب اخر حاجه او اخر حاجتين عايز نتكلم عليهم، حاجه اسمها السبيك ايكويشن. السبيك ايكويشن اللي هي كلمه سبيك دي بترمز الى حاجه اسمها سيستم بيرفورمانس ايفالويشن كوربوريشن. سيستم بيرفورمانس ايفالويشن كوربوريشن دي هيئه عالميه معروفه في مجال البروسيسورز وفي مجال الابلكيشنز وكده. بتعمل ايه؟ لو انت حد عايز يصنع بروسيسور جديد او 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 عايز مثلا شركه ديل مثلا وشركه لينوفو مثلا، انت دلوقتي عايز تقارن ما بين اثنين بروجرامز، ما بين اثنين بروسيسورز او ما بين جهازين يعني. الجهازين دول عايز تشوف مين فيهم افضل في تنفيذ البروجرامز المختلفه. فالسبيك بيرفورمانس ايفاليويشن كوربوريشن دي هيئه كده بتطلع حاجه اسمها بنش مارك بروجرامز. بنش مارك بروجرام يعني ده برامج بتقيس، برامج قياس، برامج للقياس بتقيس البرفورمانس بتاع الاجهزه دي. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انا دلوقتي بجيب الجهازين بتوعي او اي جهاز انا عايز اقيس عليه البرفورمانس بتاعه، بسميه كمبيوتر اندر تيست. ده الجهاز اللي انا عايز اقيس البرفورمانس بتاعه. وفي عندي كمبيوتر تاني اسمه ريفرنس كمبيوتر. ريفرنس كمبيوتر ده مش معايا، ده مجرد انا يعني سبيك قايله انها عندها بنش مارك بروجرام معين. البنش مارك بروجرام ده هي عملت له راننج، السبيك دي عملت له راننج على الريفرنس كمبيوتر، عملت له راننج على جهاز عندهم هم ريفرنس كمبيوتر. ماشي، انا ما اعرفش مواصفاته، لكن هي لما عملت طلعت راننج تايم للبنش مارك بروجرام ده. يعني مثلا بنش مارك بروجرام ده مثلا بيعمل حسبه ماتريكس مالتيبليكيشن، حسبه ضرب مثلا مصفوفه في مصفوفه. الحسبه دي انا هروح انفذها او هي لما اتنفذت على ريفرنس كمبيوتر معين عند سبيك طلعت لي راننج تايم معين. ولما انا اخد نفس البنش مارك بروجرام ده ونفذه على الكمبيوتر اندر تيست، الكمبيوتر تحت الاختبار اللي انا بقيس البرفورمانس بتاعه، طلعت لي راننج تايم
اقارن الرننج تايم بتاع الريفرنس كمبيوتر بالرننج تايم بتاع الكمبيوتر اندر تيست، بيطلع لي حاجه اسمها السبيك ريتنج. السبيك ريتنج، السبيك ريتنج لايه بقى؟ نمره اي ده لاحد البنش مارك بروجرامز. يعني انا مثلا بنش في بنش مارك بروجرام خاص بالداتا بيس مثلا، يعني طبعا انا عشان اقيس الجهازين ببعض ممكن يكون في جهاز احسن من جهاز في مجال مثلا الحسابات، لكن في الحاجات اللي بتحتاج كومبيتيشنز عالي، لكن جهاز تاني احسن من جهاز في مجال النتوركس او في مجال الداتا بيز او في مجال الايمج بروسيسنج معالجه الصور. فكل جهاز ممكن يبقى جهاز مش احسن في كل حاجه، هو احسن في حاجات واسوأ في حاجات. فانا بران عليه مجموعه البنش مارك بروجرامز المختلفه، برنامج للداتا بيزز، برنامج للكومبايليشن، برنامج للايديتنج، برنامج للنتورك، نتورك داونلودنج مثلا، برنامج مثلا للحسابات، حاجات زي كده. فكل بنش مارك بروجرام بيطلع له حاجه اسمها سبيك ريتنج. فبقول اي ده يعني سبيك نمرة اي، يعني اللي هو خاص بنش مارك نمرة اي. فانا عندي مثلا بنش مارك واحد، بنش مارك اتنين، بنش مارك تلاتة، كل بنش مارك هيطلع لي رقمين. رقم انا عارفه اصلا، هو مديهوني سبيك دي، مديهوني بتقول لي الرقم، بتقول لي لما تران البنش مارك ده على الريفرنس كمبيوتر انا طلع لي ان هو خد 10 ملي سكند مثلا في التنفيذ. انت بقى لما تيجي تران البنش مارك بروجرام ده عندك على الجهاز عندك انت، هياخد مثلا 100 ملي سكند في التنفيذ. ففي الحاله دي بقسم الرقم ده على الرقم ده. طبعا الرقم ده طبعا انا يهمني الرقم ده يكون اقل من ده، او يعني لو عشان اوصل لدرجه كويسه ان يكون الكمبيوتر اندر تيست ده كويس، ان مقارنته بالنسبه للريفرنس كمبيوتر تكون احسن. احسن يعني الرقم ده اقل من ده. لو ده اعلى منه يبقى ده يعني زي كده مثلا الوضع الحقيقي طبعا ده مش كويس، ان انا مثلا 100 والريفرنس كمبيوتر 10، فبالتالي يبقى انا جهازي مش حلو في البنش مارك ده. المهم ان انا في الاخر بقيس بقى حاجه اسمها السبيك ريتنج. السبيك ريتنج دي بقيسها لكل البنش ماركس المختلفه من اي بيساوي 1 لغايه ان. يعني مثلا عندي بنش مارك نمره 1، بنش مارك نمره 2، بنش مارك، بقى كل بنش مارك بيطلع لي قيمه للسبيك ريتنج، اخد دي الباي دي معناها حاصل الضرب. يعني معناها حاصل الضرب الفاليو دي، اخد الفاليو الاولانيه اللي هي من سبيك 1 اضربها في سبيك 2 اضربها في سبيك 3، حاصل الضرب ده دي كده مش سيجما، دي حاصل ضرب لغايه سبيك نمره ان. وبعدين اقول ده كل ده تو ذا باور 1 على ان، ان ده اللي هو مثلا عدد البنش ماركس، لو هم 3 بنش ماركس يبقى بضرب 3 حاجات في بعض من 1 ل 3 واس 1 على 3. في الاخر بيطلع لي سبيك ريتنج. كلمه ريتنج يعني معناها كل ما كان السبيك كل ما كان افضل، كل ما كان الرقم اعلى كل ما كان احسن. ليه؟ لان الرقم ده يبقى حلو امتى؟ لما يبقى اللي فوق عالي واللي تحت قليل. لان اللي فوق عالي يعني معنى كده الرننج تايم على الريفرنس كمبيوتر اعلى من الرننج تايم على الكمبيوتر اندر تيست. طبعا ده اعلى من ده يبقى الرقم ده عالي، وده يبقى كده ايه كويس بالنسبه لي الوضع ده. في الحاله دي انت ممكن تقارن بين جهازين بقى، تقيس السبيك ريتنج او تحسب السبيك ريتنج لجهاز ديل وسبيك ريتنج لجهاز لينوفو، وتقول السبيك ريتنج بتاعه اعلى هو ده اللي الايه بيرفورمانس بتاعه احسن ان جنرال بقى بالمقارنه لمجموعه البنش مارك بروجرامز اللي انت شغال عليها. اخر حاجه عايزين نتكلم عليها حاجه اسمها المالتي بروسيسور كمبيوتر والمالتي كمبيوتر. المالتي بروسيسور كمبيوتر اللي هو كمبيوتر فيه اكتر من بروسيسور، كل البروسيسورز دي زي كده المالتي كور بروسيسور، زي ما اقول ان انا عندي بروسيسور فيه كذا كور، او يبقى فينا على نفس المذر بورد في عندي اكتر من بروسيسور وبينهم شيرد بينهم مجموعه الايه الميموري بتاعتك. فهنا مثلا ده اقدر اكسكيوت اكتر من ابلكيشن ان باراليل لان ما في مالتي بروسيسور، اقدر اقسم اي لارج تاسك لمجموعه سب تاسكس وتشتغل ان باراليل، كلهم ليهم اكسس لنفس الميموري شيرد ميموري مالتي بروسيسور، يعني شيرد كلهم شيرد بينهم ميموري بروسيسور مالتي بروسيسور سيستم، دول كلهم ماشين واحده وعليها اكتر من بروسيسور. لكن دي مالتي كمبيوتر يعني اكتر من جهاز، كل كمبيوتر عنده الاكسس للميموري بتاعته، جهاز كامل بقى له الميموري بتاعته، وبيحصل كوميونيكيشن ما بين الكمبيوترز وبعضها عن طريق النتورك، عن طريق ايه النتورك، زي ما هتاخدوا بقى قدام ان شاء الله لما تاخدوا بقى في النتوركس وكده ازاي المالتي كمبيوترز بيتعاملوا مع بعض. كده خلصنا الايه المحاضره دي، ان شاء الله تحلوا عليها برضو ايه اجزاء في السكشن ان شاء الله.